اسباب التحرش، وخدي بالك يعني واحده واحده، مش عايز ايه تخشي تمسكي فيا، ملابس الفتاه ولا مرض نفسي ولا فراغة عين ولا ارتفاع تكاليف الزواج، عدم تربيه ولا واحده هي من دايما دول. بتنقي من بره الليسته، بره الصندوق. عدم تربيه ده ما ترباش في بيت ابوه، ما ترباش على طبليه ابوه وامه ومعرفش يعني دينه صح. يعني نقول فراغة عين دي او مرض نفسي. مرض نفسي ده في بعض حالات المتحرشين عندهم مرض نفسي، انما معظم حالات التحرش عدم تربيه، عدم تدين حقيقي، الاخلاق ضاعت. ما في عناوين هنا مهمه انت ليه بتخفليها؟ الا وهي مثلا دول؟ لا مش دول، مش دول بس، مش هتكلم في اول واحده دي هتموتونا عليها. طبعا مش هتكلم فيها. طبعا مش هتكلم فيها. ايوه، ارتفاع تكاليف الزواج. لا، وده مش مبرر، مبرر خالص خالص، بس احد الاسباب. لا، انت شايفه ان ده مش سبب خالص؟ لا خلاص، يبقى ناخدها مرض نفسي، لان انا شايف ان اللي بيعمل حاجه زي كده ده انسان عايز يتعالج، مش متربي. انا مصره مع احترامي لكل الحاجات اللي محطوطه، ده ما ترباش صح. طب الغوا الاجابات دي يا جماعه، هو مش متربي. انا معاكي، نخسر بعض عشان سؤال.